البيس ميكر. امبارح انتوا خدتوا الفاندامنتال بتاع البيسينج، واعتقد احمد نبيل قاعد معهم طول اليوم وانت كمان. النهارده هنبتدي بالبيس ميكر فولو اب. عيان ركب خلاص بيس ميكر، عرفنا الانديكيشن وعرفنا الفاندامنتال بتاع البيسينج. احنا لما العيان هيجي لنا ايه المطلوب مننا في الفولو اب بتاع البيشن؟ دايما تسمعوا عن عيادات البروجرامينج كلينيك، ماشي، موجودة سواء هنا او في عين شمس الدمرداش، ماشي، بنعمل فيها ايه؟ اول حاجة ناخد الفولو اب فيسيت بتبقى قد ايه. تيبيكالي 1 بير يير فور كرونيك سنجل تشامبر بيس ميكر، يعني المركبين في في اي غالبا بنحتاجهم مرة كل سنة، و 2 بير يير فور كرونيك ديوال تشامبر بيس ميكر، يعني مرتين او كل 6 شهور لعيانين مركب دي 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 اور سي ار تي او فيما فوق يعني. خلاص، دي جايد لاين. ايه المهم في الموضوع؟ اول حاجه ببص على باتري فولتج، ذكي امنيه، يبقى دي رقم واحد. الباتري فولتج ده هي معناها ايه؟ to verify the base maker ability to operate and estimate remaining longevity. اول حاجه ببص عليها هي البطاريه عمرها فاضل في قد ايه. احنا عباره، احنا في الفولو اب بنعمل شيك بوينت. اول شيك بوينت بنعملها هي الباتري فولتج، بنعرف فاضل فيها قد ايه. زمان في البطاريات القديمه كان بيديني باتري اوكي، وكنت بعرف يعني تقريبا قد ايه البطاريه كويسه عن طريق حاجه اسمها الفولتج اوف ذا باتري، ماشي، لسه هنعرفها لما نيجي بالتفصيل. تاني حاجه، تاني شيك بوينت هو الليد امبيدنس. الليد امبيدنس بعرفها ليه؟ علشان تو فيريفاي ذات ذا ليد ار الكتريكلي انتكت. تالت شيك بوينت هي الكابشر ثريشولد، علشان اعرف ان في ابروبريت بيسنج سيفتي مارج، عشان اعرف احط ابروبريت بيسنج سيفتي مارج. رابع شيك بوينت هي السنسنج ثريشولد، وده هي علشان اقدر احط ابروبريت سنسنج سيفتي مارجن، وكمان علشان اعرف الاندرلاينج ريزم بتاع العيان ايه. اخر حاجه شيك بوينت بنعملها او قبل الاخيره حاجه اسمها ماجنت تيست او نون ماجنت، ماجنت ان نون ماجنت تيست. يمكن ده كان كلام قديم شويه، كان قبل الايرا بتاعه الادفانسد اي ار اي، ان احنا يقول لنا فاضل قد ايه من عمر البطاريه. كنا نحب نعمل ماجنت ان نون ماجنت تيست علشان تو فيريفاي الاي ار اي، عشان كده هو فورملي واز ذا اونلي واي تو ديترماين ال ار ار تي اللي هو ريكومندد ريبليسمنت تايم، لان كان معروف كده ان البطاريه بتاعتنا لو انا مثلا عاملها في في اي على هارت ريت 60، اول ما احط الماجنت وهي البطاريه كويسه يلاقي الهارت ريت بقى 80، ماشي، ويسموها ماجنت هارت ريت. اوكي، لو البطاريه دي خلاص اند اوف لايف او وصلت لمرحله الاي او ال اللي هي الاند اوف لايف، بلاقي لما احط الماجنت الاقي الماجنت هارت ريت يقل، يبقى 65. ودي حاجه ستاندرد لكل البيس ميكر، كل جروب اوف مانيفاكتشر. مثلا سان جود عامله الفي في اي ماجنت ريت كذا، لما يبقى فيه البي او ال في البيجيننج اوف لايف، والماجنت ريت هيبقى كذا في الاند اوف لايف. هنيجي نشوفها كده عشان بس ايه يبقى كل حاجه مشروح. يبقى دول الخمسة الأساسيين الشيك بوينت اللي احنا بنعمل عليهم. في حاجات تانية هنعرفها تباعا، بس على الأقل دول الخمسة الأساسيين. نمسك واحدة واحدة. باتري فولتج، وأهمية الباتري فولتج اللي أنا أعرف الاستيميتنج ريميننج لونجيفيتي بتاعت البطارية. عادة كل البطاريات بدون استثناء الماكسيمم فولتج في البيس ميكر باتري از تيبيكالي 2.8 فولت، ودي لازم نحفظ الرقم ده. عادة لما البطارية بتبقى جديدة بتبقى 2.8 او 2.79، ماشي. لما الفولت يقل عن 2.8
ونص غالبا ده ريكومندد ريبليسمنت تايم. ماشي. وتبتدي البطاريه تشو اتس ايجينج لما كمان الفولت يقل عن 2.6. وبناء على هذا الفولت اصبح الديفايس او الباتري بتستيميت الريميننج لونجيفيتي بيزد اون هي بتبيس قد ايه بيرسنت والامبيدنس قد ايه والبيسنج اوتبوت فتديني في الاخر حاجه اسمها ريميننج لونجيفيتي مثلا 6 شهور 12 شهر وهكذا بناء على معادله موجوده جوه الجهاز بيحرف الفولت قد ايه بتاع البطاريه طب انا ببيس ببرسنتج قد ايه طب الامبيدنس قد ايه طب البيسنج اوت ما كل الحاجات دي كلها بتاثر في الايه الباتري لايف. وقلنا زمان كان في ماجنت تيست ايفولفج از ا واي تو ايفالويت اف ار ار تي اللي هو ريكومندنج ريبريسمنت تايم كرايتيريا از ميد فيا سيمبل تليفون اور ان كلينيك شيك. تعال نشوف اكتر. عشان كده كل البسميكر والاي سي دي في حاجه اسمها بسميكر اند اي سي دي انسايكلوبيديا كل نوع بسميكر معروف ليه ايه هو الماجنت ريت ماجنت هارت ريت في البيجينينج اوف لايف وايه الماجنت ريت بتاع الاند اوف لايف. يمكن ادي توضيح للموضوع ده. ده بعض الموديلات للميترونيك. هنا مثلا السؤال بيقول determine the magnet and non-magnet mode and rate for الكبة. الكبة ده موديل من dual chamber بسميكر. ماشي. تعال نشوفها اهو. مثلا ادي الكبة 731 مثلا. هنلاقي ان هنا في حاجة اسمها non-magnet rate. يعني اللي هو العادي. في البيجين الاي ار اي هيبقى 65. ماشي. لما احط الماجنت هيبقى 85 ويبقى دي دي او وفي الاند اوف لايف هيبقى 65 في او. بمعنى تاني اشرح البطارية بتاعة العيان شغالة دي 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 قربت تنتهي وخلاص دخلت في الاند اوف لايف. اوكي. ايه اللي هيحصل؟ هتعمل سويتش لفي في اي على هارت ريت 65. اوكي. دي بنسميها نون ماجنت ريت في الاند اوف لايف. ماشي. يبقى وده موجود لك يعني السايكلوبيديا دي موجوده لكل موديل في موديلات البيس ميكر. فاذا اول حاجه في الاند اوف لايف من غير ماجنت ولا حاجه هيحصل سويتش من الدي دي دي لفي في اي بهارت ريت 65. اوكي. طيب هي اند اوف لايف خلاص وام انا حاطط الماجنت ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الهارت ريت بتاعها في او او 65. امال امتى الاقيه 85 دي او او لو هي كويسه؟ لو هي كويسه. ماشي. ولو انتم ملاحظين ان ده تقريبا ستاندر في جميع انواع البطاريات بتاع الميكترونيك. هي كل شركه ليها ستاندر بتاعها. اذا بطارية شغالة كويس دي 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 على هارت ريت مثلا بتاع البيشن 65. الهارت ريت بتاع الاس انود 65 فهي بتبيس على فنتريكولار سنسنج اتريال سنسنج فنتريكولار كابشر على هارت ريت 65. اجي احط الماجنت الاقي الاي سي جي قلب عندي اتريال بيسنج فنتريكولار بيسنج على هارت ريت 85. يبقى ده معناها ان البطارية دي كويسة مبدئيا من غير حتى ما ايه ببرمج. ده احنا بنعمل الكلام ده حتى من غير ببرمج. يعني انت جاست لو العيان متوصل على مونيتور او على اي سي جي وعايز تتاكد ان الـ 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 البطاريه دي شغاله ولا لا مش محتاج مبرمج. جاست تجيب ماجنت وتعمل الحركه دي. ده بنسميها ماجنت انون ماجنت تيست. والكلام ده هو كان كلام ستاندر زمان قبل ما البروجرامرز بتاعتنا تبقى متقدمه وتقدر تدينا بالظبط الاكسبكتد اي ار اي قد ايه. فهمنا الحته دي؟ اوكي. اقفل الباب اول حاجه بس عشان ما البطاريات بتاعتنا في حاجه اسمها ماجنت تيست. الماجنت تيست ده بيعرف منه البطاريه دي
لسه فيها عمر ولا خلاص وصلت لمرحلة الـ end of life. قلنا لو بطارية مثلا زي البطارية DDD بتاعة ميدترونيك وهي شغالة بهارت ريت مثلا بتاع العيان الطبيعي 70 مثلا اتريال سينسينج فنتريكر كابشر الهارت ريت 70، لو هي باصص على كده اوتوماتيك من غير ماجنت ولا حاجه يبقى دي بطاريه كويسه. عايز اتاكد من الكلام ده، حلو كلام، اقوم حاطط الماجنت، احط الماجنت هلاقي حاجه اسمها ماجنت ريت في البيجينينج اوف لايف اهي بي او ال، هلاقيه يقلب دي او او يعني اتريال بيسنج فنتريكولار بيسنج ما هو يلغي السنس بهارت ريت 85، يبقى دي تاكيد ان البطاريه كويسه. طيب لو لقيت عيان بيقول لي انا مركب ديول تشيمبر بيس ميكر وانا باصص على الاي سي جي لقيته في في اي على هارت ريت 65، يبقى ده ان البطاريه قلبت من دي 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 لفي في اي لانها خلاص بقت اند اوف لايف، فالبطاريه بتوفر لنفسها. حلو، اتاكد ازاي؟ احط مغناطيس على البطاريه الاقيها فعلا 65 قلبت في او 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 برضو اللي هو في في اي يعني على هارت ريت 65. لو هي اند اوف لايف هتفضل، لو هي لو هي كويسه اول ما تشيل الماجنت ترجع للايه البارامتر اللي متظبط عليه. تمام ماشي اوكي. تعالى نعمل تيست لنفسنا. دي صوره من المبرمج الميدترونيك، اول ما بنفتح الجهاز بيدينا الصوره دي. السؤال هنا find the estimated longevity بتاع البطارية اللي راكبة. قايل لك اهو بيدي لك كده في الكويك remaining longevity حوالي من 7 لـ 10 سنين. حلو الكلام، ده رقم واحد. كمان احنا ممكن نعرفها عن طريق حاجة اسمها الداتا. battery voltage can be found by selecting battery and lead measurement under data icon. يعني هاجي افتح الداتا هنا واول ما هفتح الداتا ايكون هلاقي بيديني حاجه اسمها باتري فولتج. نعم ما احنا قلنا كده قبل انت ما تيجي. تاني شيك بوينت هنعملها هي الليد امبيدنس. طب حد عارف ايه اهميه الليد امبيدنس؟ يعمل لي ترابل شوتينج، يعمل لي اوفر سينسينج، بال سينسينج، يعمل لي مال كابشر. يعني اذا الليد امبيدنس دي حاجه بتعبر عن الانسوليشن، بتعبر عن الليزات نفسه علشان ممكن يحصل منه مشاكل. خلاص، لان هو قال لك بيكوز ذا ليد امبيدنس كان ون يو اوف ليد انسوليشن فيلير او ليد كوندكتور فيلير او فراكشر. حاجه ثانيه برضو بعد ما بركب البطارية عادة بنحب اللي احنا نقيس بعد ما بقفل الجرح، بحب احط البروجرامر اطمن ان الابيدنس كويسة وكل حاجة كويسة. ليه؟ علشان immediately after implant لو انا لقيت ان الليد امبيدنس 2000-3000 اعرف المسمار انا مربطش عليه. ماشي؟ at implant it could indicate a loose set screw. يعني لو انا ما ربطتش المسمار كويس ايه اللي هيحصل؟ اول برمجه على طول هعملها هلاقي الامبيدنس فوق ال 2000 وفوق ال 3000. لا، اللي انا بربط عليه اللي هو البطاريه في الليد هنا اهو، ما كان مش السكرو ان ليد بتاع الليد من تحت، لا فوق. خلاص، طب ايه الرينج بتاع الليد امبيدنس؟ 400 من 400 ل1000، من 300 ل1000، ساعات بتوصل ل1200 في بعض النيو وار جينيريشن ليد، هي في هذا الرينج. ماشي، المهم ما تقلش عن 300 وما تزيدش عن 1200. برضو من الصوره اللي قدامنا بيقول لك فاين ذا ليد امبيدنس، ايه رايكم؟
شايفينها فين؟ اهي امبيدنس وقايسها بالاوم، اتريال 547 وفنتريكولر 667، وبيديني كمان في بعض المبرمجات بيديني حاجه اسمها تشارت. التشارت اللي هو بيديني الامبيدنس كانت ماشيه ازاي خلال مده زمنيه، يعني 6 شهور، الحاجات دي كلها. هنا من الواضح ان دي ستيدي ستيت اوف ليدر ام بي، يعني يعني الامور ماشيه كويس خلال الفتره الزمنيه من ايه جون لغايه سنه بحالها 2002 2003. ايه ده مش بس كده، تالت حاجة هنعرفها هي او تالت تشيك بوينت هو البيسنج ثريشولد. اوكي، ايه اهمية البيسنج ثريشولد؟ او اول حاجة معلش، ايه الديفينيشن بتاع البيسنج ثريشولد؟ طيب انا هسأل، ممكن ما انا هسأل، ها ايه هو الديفينيشن بتاع البيسنج ثريشولد؟ تمام تمام ماشي، يبقى هو المينيمم اوتبوت ات ويتش ذا مايوكارديوم از كونسيستنتلي كابشر، ماشي، اوتسايد اوف ايتس طبعا ريفراكتوري بيريود. طيب ازاي نعمل مانوال بيسنج ثريشولد؟ اول حاجه بتقول للعيان ان انا هسرع لك النبض، لان فجاه كده واحنا ساعات واحنا بنبرمج العيانين العيان يقول ايه ده الحقني يا دكتور النبض سريع. ايوه هتقول له ما انا بعمل لك، طب ما تفهمه من الاول، انا هعمل لك اختبارات هتنبض هيسرع وهيبطئ، ده انا اللي عامل كده عشان ما يتخضش المريض، لان بتبقى سايكيك ترومر ساعات لبعض العيانين من ساعه ما الدكتور قعد يعلي له ويبوظ لي النبض، النبض عندي متلخبط. اوكي، بعمل حاجه اسمها فورس بيسنج، يعني انا بزود الهارت ريت بتاعي اكتر من الهارت ريت بتاع العيان، ماشي، اوفر درايف بيسنج، واقلل التست فاليو الامبليتيود موستلي، ساعات بقلل بالز ويدز، بس انا عاده بثبت البالز ويدز مثلا على 0.5 او 0.4، واقلل الامبليتيود تدريجيا لغايه ما يحصل لوس اوف كابشر، بشوفه على الاي سي جي او الاي جي ام، ساعتها بوقف واقول ان الفاليو اباف اللوس اوف كابشر، يبقى هو ده الثريشولد. زي ما انتم شايفين هنا كان 1.25 شغال كويس، لما قللت الواحد ابتدى يحصل في اخر بيد لوس اوف كابشر، يبقى هنا عندنا 1.25 هي الثريشولد او بيسنج ثريشولد. عادة الجهاز بيبقى مبرمج من 3 ل 5، انت لو انت هتبقى لسه مبتدئ شويه ممكن تخليها 7، مش هتفرق يعني، هي دي حاجه ليك انت علشان تقدر تلاحظ كويس، في ناس تقدر تلاحظها من 3 بيت، ماشي، في ناس تلاحظها من 4، فاهمني؟ اوكي. طيب لما انا عرفت ان هو 1.25، انا ليه بعرف ان هو 1.25؟ عشان في حاجه اسمها بيسنج اوتبوت سيفتي مارجن، لازم يبقى في سيفتي مارجن. السيفتي مارجن عاده بيبقى كام في كام؟ دبل او دبل بوينت 5، يعني 2.5، من 2 ل 2.5، ماشي، فلكن يعني اقل من 2 ده دينجرس سيفتي مارجن، يعني اقل من 2 ده دينجرس سيفتي مارجن. اوكي. تاني حاجة، طب افرض لقيت البيسنج ثريشولد بتاعنا على 0.5، ماشي، طب اخليه على 1؟ لا، ما قالك مش هيفرق من 1 لأقل مينيمم فاليو اللي هي 2.5، مش هيفرق منها في الباتري لايف، ماشي، دي أول حاجة. الحاجة التانية إن برضو البيشن سيفتي از مور امبورتنت عن السيفتي مارجن بتاعك، فأنت لو لقيته بيفصل على 0.5 ما تقولش خلاص بقى ده السيفتي مارجن بتاعي 2 يبقى انا هضربه في 1 في 2 يبقى عندي 1، لا، خليه متبرمج على 2.5 فولت او ملي فولت. اوكي، اذا نورمالي تراي تو كيب ذا اوتبوت امبليتيود تقريبا على 2.5، وقلنا بيشن سيفتي از بارامون.
من نفس برضو المبرمج ونفس العيان بيقول لي find the basin threshold. اوكي اهي. يمكن في الاول الاتريم كان عالي وبعدين ابتدى يتحسن هو، وفي الاخر هو اداني اخر قرايه هو عاملها ان الفنتريكلر 1 فولت والاتريم 0.6 فولت، وطبعا في ملي سكن. هو الثريشولد بيبقى عباره عن حاجتين، عباره عن ملي فولت في ملي سكن، امبليتيود في بالس ويدث. عاده احنا نحب نثبت البالس ويدث على 4 من 10 او 5 من 10. ساعات لما الاقي ان مثلا الثريشولد عالي شويه، مثلا 2 ملي فولت على 0.4 ملي سكن، فانا هضطر احط البطاريه على 4 اتليست، صح، ملي فولت. فاعمل ايه؟ اقوم مزود شويه البالس ويدث، اخليه مثلا 7 من 10 ملي سكن، واعمل اعيد الاختبار تاني. هلاقي ان الامبليتيود بتاع الثريشولد تيست قل، بدل ما كان 2 هيبقى مثلا 1.2 من 10 ملي فولت. حلو. فبالتالي ممكن اظبط البطاريه على مثلا 3 في 0.7 ملي سكن، ماشي. ده يحسن عمر البطاريه شويه عن البارامتر الاولاني اللي كنت هظبطه عليه، ماشي. اذا انا بتحكم في الثريشولد عن طريق حاجتين، امبليتيود و البالس ويدز. عاده انا بختبر الامبليتيود، لكن ما يمنعش ان انا ممكن العب في البالس ويدز على لو لقيت الثريشولد عالي. اوكي. وممكن كمان اعرف اعمله مانيوال عن طريق، يمكن الكلام ده هتعملوه النهارده، بفتح حاجه اسمها تيست وباجي بشوف اهو الثريشولد، ادوس عليه ويبتدي يعمل لي الثريشولد تيست. نيجي لحاجه صعبه شويه، هي السنسنج ثريشولد. ايه الديفينيشن اوف سنسنج ثريشولد؟ اعتقد الثلاثه شيك بوينت اللي احنا قلناهم في الاول، سواء الباتري فولتج والامبيدنس بتاعه الليد والكابشر ثريشولد، كلها سهل. نخش على يمكن اصعبهم، هو السنسنج ثريشولد. ايه الديفينيشن اوف سنسنج ثريشولد؟ الديفينيشن از ذا مينيمم سيجنال سايز ريكوايرد تو انهبيت اور تريجر ذا بيس ميكر. انهبت في حاله الفي في اي لما يبقى المود التالت، تالت حرف اي، تريجر ده لو تالت حرف دي، زي في الدي دي دي. اوكي. فده اقل سيجنال مثلا في حالات الفي في اي تو انهبت البيس ميكر. مش فاهم يعني ايه برضو، تعال نوضحها اكتر. هنعمل المانوال سينسنج تيست. بقول للعيان خلي بالك ان النبض ممكن يقل، لان انا اوريدي انا عايز اختبر نبض العيان. اوكي. عايز اشوف الار ويف بتاعه العيان اخبارها ايه. فانا اوريدي هخلي المينيمم بيسنج بتاعي على هارت ريت 30 او 35. اوكي. لان انا عايز الهارت ريت بتاع العيان هو اللي اختبره. فبالتالي اول حاجه ما بعملش زي في سكابشر ثريشولد بعلي الهارت ريت عن العيان، لا، ده انا بقلل الهارت ريت او البيسنج. بنسميها سيفتي، لان انا ساعات عيانين ما بيبقاش عندهم انترنسك ريزم. فانا لو عملت السنسنج تيست وما عملتش باك اب بيسنج على الهارت ريت 30، ايه اللي هيحصل؟ اجي اعمل تيست الاقي بيز لاين والعيان يقوم نازل اسيست. فلازم اعمل حاجه اسمها باك اب بيسنج على الهارت مينيمم هارت ريت 30. اوكي. فانا هفهم العيان، خلي بالك عيان ان احنا النبض ممكن يقل، ماشي. طيب reduce if necessary the basing rate to allow the intrinsic event to occur. ببتدي من اذا كان الكابشر ثريشولد ببتدي من فوق لتحت، يعني ببتدي مثلا من 5، ده في الكابشر 5 انزل 4 انزل 3 انزل 2 1.5 1 لغايه ما loss of capture. هنا بالعكس، هنا في المانيوال سينسنج تيست ببتدي من تحت، ببدا من نص فولت واشوف البيس ميكر حاسس بنبض العيان ولا لا.
لو حاسس كويس ارفع لواحد لاتنين لتلاتة لخمسة، مثلا عند سبعة لقيته ما بقاش حاسس بنبض العيان وابتدى يبيس على هارت ريت 30، يبقى اللي اقل من سبعة اللي هو مثلا الستة، يبقى دي بنسميها المينيمم سيجنال ريكوير تو انهبيت البيسك، لان ستة دي كانت اقل، يعني دي السيجنال سايز اللي هي كانت مطلوبة تو انهبيت. اكتر من كده اللي حصل ابتدى يحصل بيسك. ايه؟ لا بقول بص الديفينيشن ذا مينيمم سيجنال سايز تو انهبيت، ماشي؟ لا المينيمم سيجنال، بص شوف الديفينيشن بيقول لك ايه، ريكوايرد تو انهبيت البيس ميكر، اقل سيجنال مطلوبه to inhibit، يعني انا عايز الاقل اقل حاجه او ما من ساعه ما حصل inhibition، يعني اذا كنت انا سبعة حصل inhibition للبيسنج انا عايز اللي قبليها على طول، انا عايز الرقم اللي قبل ما حصل inhibition هو ده المقصود. اعلى رقم بس مينيمم سيجنال يعتبر، هو المينيمم سيجنال، حتى هنا مش مينيمم رقم، انا بتكلم على مينيمال سيجنال سايز بالارقام، يبقى الماكسيمم فاليو، لكن انا عايز مينيمم سيجنال سايز. طب ايه فايدتها يعني؟ ماشي، فايدتها ان انا مثلا لو لقيت انا في الفنتركل مثلا ولقيت ان السنسنج تيست مثلا لقيته على اتنين، ان هو على اتنين بيحصل يبتدي انهبيشن للبيسنج، واتنين ونص يبتدي يحصل بيسنج، فطبعا ده معروف ان ده اكيد مكان وحش او في مشكلة في انسوليشن بريك. ليه؟ لان معناها كده ان لو العيان ده عنده بيبقى مثلا عنده انترميتد هارت بلوك، فساعات هارت ريتو بيبقى كويس، معنى كده ان البطاريه مش هتحس الهارت ريت الكويس وهتفضل تضرب برضو، ماشي؟ فاذا السنسنج ده مهم. تاني اختبار من السنسنج، هو سنسنج ليه اختبارين، اول حاجه اللي احنا قلنا اللي هو سنسنج ثريشولد، تاني حاجه اسمها ار ويف امبليتيود او بي ويف امبليتيود، ماشي؟ دي حاجه بقى الجهاز بيقولها لي، انا لقيت الامبليتيود بتاع الار ويف مثلا من 10 ل 12 ملي فولت، او لقيت البي ويف مثلا من 3 ل 4 ملي فولت. اوكي، الاثنين لعلمك هما الاثنين شبه بعض، بس دي طريقه في الاختبار ودي طريقه في الاختبار. في كلا الاحوال انا بعرف الكلام ده علشان اظبط حاجه اسمها السنسيتيفيتي بتاعه الايه البيس ميكر. اشهر حاجه بنعملها during الاتريال سينسينج سيشن، لو انا لقيت مثلا بعد ما ركبت البيس ميكر خلاص وعدى سنه سنتين واجي بعمل حاجه اسمها سينسينج سيشن، الاقي مثلا ان السينسينج بتاع الاي ويف مثلا على واحد، بعد ما كان طبعا هو المفروض ان الجود فاليو بتاعه الار ويف بتبقى حوالي خمسة والبي ويف اكتر من واحد ونص، لو انا قدرت اجيب كده يبقى ده كويس. افرض بعد ما كانت اتنين البي ويف بقت واحد، ماشي، حصل ان مثلا فايبروزز اراوند ذا تيب اوف ذا اتريال ليد، فالسنسنج قل من اتنين لواحد، وانا اوريدي مظبط السنسيتيفيتي بتاعه البطاريه للاتريوم واحد، ماشي، فبالتالي هيبتدي يحصل ايه اندر سنسنج، ماشي، لانه مش هيحس بعض البي ويف لانها هتبتدي تقل عن الواحد، فانا مطلوب مني اعمل ايه؟ اقوم مظبط السنسيتيفيتي اخليها مور لور، اقول له لا حس من فضلك اللي اكتر من 5 من 10 او 4 من 10، ما انا عملت اللي انا لقيت ان البي ويف واحد او عملت السنسنج ثريشولد لقيته واحد، حلو، وانا متظبط عندي البارامتر بتاع سنسيتيفيتي على واحد،
يبقى ما ينفعش، لازم انزل اقول له لا حس مثلا من 0.5، يعني كل ما هو اعلى من 0.5 سيجنال دي مظبوط، دي اترال ايه ويف. طب واحد يقول لي طب ما تخليها زيرو وخلاص، اقول لك ما ينفعش، لان ممكن يحس ماي بوتنشال او يحس فار فيل سيجنال او يحس فار فيل فينتريكولر سيجنال، ماشي. فلازم السنسنج اقول له اديله رقم، اقول له في السنسيتيفيتي بقى في البارامتر بقول له لو هي مثلا السنسيتيفيتي على واحد اقوم له انزل تقريبا نصها على الاقل علشان اقول له يحس ايه فوق الرقم ده. فاهمين الفكره؟ صعبه شويه. السنسيتيفيتي تاني ليها تو مود اوف تيستينج، والتظبيط بتاعها مختلف عن الايه عن الكابشر سلاش. التو مود اوف تيستينج رقم واحد سنسنج تيست اللي احنا او سنسنج سلاشر تيست اللي احنا بنبتدي من تحت لفوق ولغايه ما اشوف امتى هيحصل انهبيشن، امتى هيحصل بيسنج. و تاني حاجه هو اللي انا اعرف الامبليتيود اوف ار اند بي ويف عن طريق الايه بروجرامر. ايه هما الاثنين واحد، بس ده بعض البروجرامر هتلاقي فيه سنسنج تيست وحاجه تانية يقول لك تدوس على السنسنج يقول لك انا اري الويفز بس. مش كل هتلاقي الشركات، في شركات عامله كده وفي شركات عامله كده، بس الاثنين تقريبا بيصبوا في نفس المفهوم السنسنج ثريشولد قد ايه. طيب تاني لو انا لقيت ان البي ويف على اريا تقريبا 1 ملي فولت، 1.2 من 10 ملي فولت، 9 من 10 ملي فولت، ما هي بتبقى مختلفه من بيت لبيت، وانا مظبط عندي السنسيتيفيتي بتاعه الاتريوم ليد على 1، ايه اللي هيحصل لما الاقي لما تيجي البي ويف على 1.2 من 10 هيحسها كويس، لكن لما تيجي على 9 من 10 مش هيحسها، فيقول لك انا ما حسيتش، يقوم ايه ضارب، مع ان في فعلا بي ويف. فهنا مطلوب مني اعمل ايه؟ انزل بالسنسيتيفيتي علشان اقول له لو سمحت يا بيس ميكر حس من 0.5، اي حاجه 0.5 دي مظبوطه، ماشي. ويمكن اقل كمان في الفنتريكل مثلا بتبقى الستاندر بتاعها مظبوطه على 2، وفي الاتريوم مظبوطه على 0.5، ده اللي بينزل بيه كل البيس ميكر ستاندر، كل الباتري بتنزل بالموضوع ده، ان السنسيتيفيتي بتاعت الفنتريكل مظبوطه على 2 والاتريوم مظبوطه على 0.5، ساعات بيبقى 0.4، ماشي. لو انا لقيت مثلا ان في الفنتريكل الار ويف امبليتيود بتيجي من 4 ل 6، اوكي خليها 2. لو العيان حصل له ميوكاردال انفاكشن وحصل سيبتال انفاكشن وحظي بقى ان البيس ميكر اللي انا مركبه قرب السيبتم، فالحته دي سكار، فهيجي عامل الار ويف امبليتيود هلاقيها 1.5، مع ان العيان فعلا عنده هارت ريت، فمطلوب مني ايه اعمل ايه؟ اقلل بالسنسيتيفيتي بتاع الار ويف واقول له لا لو سمحت تحت الواحد، مش تحت الاثنين، تحت الواحد هي دي الار ويف، ماشي. انا تعاليها في حاجه واحده، لو انت عندك اوفر سينسنج، بمعنى ان انت عم قاري ان الار ويف امبليتيود عشرينات، وفجاه في العشرينات كده عمال يقول لك في حاجات 3، في حاجات 5، في حاجات 2، وتيجي تبص على الاي سي جي قدام الحاجات الاثنين والثلاثه والخمسه ده مفيش كيورس كومبلكس، الله ده في اوفر سينسنج، ماشي. فبالتالي لا اعليها، اعلي له سنسيتيفيتي. هنا بيقول لك فايند ذا بي اند ار ويف ميجرمنت، هتبقى لو ما بصينا هنا هو هتلاقي موجوده بي ويف مثلا من 7 ل 10 ل 8 والار ويف من 16 ل 22. معظم الاجهزه الحديثه دلوقتي في حاجه اسمها اوتوماتيك سنسنج مود، انت مش لازم انت تعمل الاختبارات دي، انت جاست تعمل سنسنج تيست هو اوتوماتيك هيطلع لي الار ويف قد ايه والبي ويف قد ايه، ماشي.
عن طريق بفتح التست وبعديها بيطلع لي حاجة اسمها سينسينج اهو، هدوس عليه يفتح لي الايه السينسينج ثريشولد. طيب يبقى احنا في البيس ميكر فولو اب خدنا اربع حاجات اساسية والخمسة اللي هي الماجنت تيست. تاني رقم واحد باتري فولتج، اتنين امبيدنس ليد امبيدنس، رقم تلاتة بيسنج ثريشولد، رقم اربعة سينسينج، رقم خمسة الماجنت تيست وعرفناها ان هو غالبا ما بنعملوش دلوقتي. حاجات بقى اديشنال واحنا بنعمل فولو اب للبيس ميكر، عايزين نعرف الاندرلاينج ريزم بتاع العيان، عيان مثلا جي دي دي و لقيت مثلا وانا بعمل بروجرامنج ان العيان ماشي في في اي، باجي ببص مثلا على الاتريال اي جي ام بلاقيه فيبريليشن، اصل العيان قلب فيبريليشن، فحصل حاجه اسمها مودي سويتش، يمكن خدتوها امبارح الكلام ده، اوتوماتيك مودي سويتش، ان هو الدي دي دي يقرب من دي 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 لفي في اي لما يحصل اتريال تاكي اريزم، ماشي. فالعيان ده وانا بعمل له مثلا برمجه ولقيته ماشي في في اي، واجي اسال عيان انت عندك اي شكوى يقول لي لا، والعيان طبعا ماشي على نفس العلاج ولا ماشي على ماريفان ولا كومادين ولا اي انتي كواجليشن، يبقى انا كطبيب اعمل ايه؟ لازم اديله انتي كواجليشن علشان امنع ثرومبو امبوليك مانيفستيشن. اوكي، دي احد الحاجات المهمه اللي انت بتبص على الاندرلاينج ريزم علشان تتجنب مشاكل فيما بعد. في حاجات تانية برضو، حاجة اسمها الريت ريسبونسيف بروبرتي. بعض الأجهزة زي ما احنا عارفين في حاجة اسمها ريت ريسبونس بارامتر مفتوحة ولا لا، اللي هي بسميها الار مود، ماشي. لو انت مركب مع بطارية فيها ار مود زي الفي في اي ار او الدي دي دي ار، بتتاكد العيان الار مود مفتوحه لا، وتسال عيان لو العيان ده عنده شكوى من ناحيه الاكسرسايز كاباسيتي افتح له الار مود او الار فانكشن، لو هو ما عندوش تبقى له مقفول. تاني حاجه برضو بشوف الاريزميا، برضو في بيس ميكر كتيره الايام دي، مش كل البيس ميكر الحقيقه على حسب طبعا التكنولوجي المستخدمه فيها، فيها هولتر مونيتورنج. هولتر مونيتورنج يعني بتسجل لي ال 24 ساعه بتاع كل يوم بتاع المريض، ويقول لي في الاخر العيان ده جاله تيكي اريزميا ولا لا، ماشي. هنشوفها دلوقتي. اوكي، فحتى في مثلا بفتح حاجه اسمها اتريال هيستوجرام، اللي انا بعرف منه الهارت ريت بتاع الاتريوم عموما. فعشان كده مكتوب ايه؟ always evaluate the rate histogram، بمعنى اللي انا ابص على الهارت ريت بتاع العيان او الـ 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 الخط البياني بتاع العيان. لو احنا بصينا ان دايما هنلاقي ان الافرج هارت ريت بتاع العيان في حوالي من 60 الى 90 او من 80، ده الموست تايم اوف البيزد ريزم. ما هو كاتب لك الاسود بيزد والابيض سنسيف، فهو بيبقى كاتب لك، ماشي. افرض لقيت ان في ساعات هارت ريت يعدي ال 130، ماشي، او 140، في حاجه اسمها ابر ريت ريمت واللور ريت ريمت، خدتوها امبارح المفروض، صح؟ لو انا لقيت ان في الهيستوجرام ده زي كده، ان انا عندي الهارت ريت 130 الابر ريت ريمت، فلو لقيت ان مثلا ساعات بيضرب على 140 و150، الله ده العيان شكله كده بيجي له تاكي اريزميا او بيجي له ساينس تاكي كارديا، الله اعلم، فاهمني؟ يبقى لازم احطها في دماغي الكلام ده. ويمكن ده برضو دي الحاجات اللي ببص عليها في الاي جي ام او الستورد اي جي ام، حاجه زي كده ان هو confirming the accuracy of other arrhythmia diagnostic الاي جي ام ده. لو انا ببص دايما لما هو العيان يبقى عنده تاكي اريزميا متسجله في الهولتر بتاع البيس ميكر، بفتح الاي جي ام ديورنج الايه
الابيسود بتاع التاكيكارديا. ماشي، الكلام ده هتلاقوه اكتر في الاي سي دي، لان اي سي كل الاي سي دي مبنيه على ان لازم يبقى فيها هولتر عشان اشوفها. لكن كمان استغلينا الحته دي في السيمبل بيسميكر اللي يبقى فيها هولتر يسجل لي الابيسود اوف تاكيكارديا اللي العيان بتجيله. فلما بيسجل لي الابيسود دي بفتح الاي جي ام اللي هو انترا كاردياك تريسنج. حلو، هنا مثلا مدينا ايه؟ مدينا تو شانل، شانل الاتريوم وشانل فنتركل. ايه اللي بيحصل في شانل الاتريوم؟ دي اتريال بيسنج، وبعدين اتريال سينسنج، وبعدين اتريال ريفراكتوري الار دي ريفراكتوري، وبعدين اتريال سينسنج، وبعدين ما اعرفش هنا تقريبا في برضو واحده بعد الكومبلكس هو ما حسبهاش، هي اتريال ريفراكتوري واتريال سينسنج. الله، ده في كذا اتريال كتير قوي، دي شكلها فلاتر صح، شكلها فلاتر. وهو حصل حاجه اسمها مود سويتش، ام اس مود سويتش عند هنا. لما حصل ديتكشن لان للتاكيكارديا ان الاتريوم شغال ب اتريال فلاتر او تاكيكارديا، ابتدى هو يحصل حاجه اسمها مود سويتش. يبقى جاست ان هو ما يضربش بقى بيسنج، ما يعملش اتريال بيسنج، لان المود سويتش غالبا بيقلب من دي 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 لفي في اي او دي دي اي، غالبا بيقلب لدي دي اي ان هو ما يضربش الاتري. هو قبل المود سويتش بيكون عمل لوب باك ولا ما بيعملش؟ يعني بيقلب 2 to 1 الاول ولا؟ غالبا بيوصل للابر ريت. غالبا بيوصل للابر ريت. ماشي، انا بس طبعا احنا لسه هنتكلم على الترابل شوتنج في المحاضره الاخيره، بس احنا بنوريه هنا في محاضره الفولو اب بتبين لنا احنا ممكن نجيب داتا من العيان وهو جاست بس جاي يعني نعمل فولو اب منه. اوكي، اخر حاجه هنتكلم عليها في الفولو اب هو مانجنج اي في ديلي. ماشي، احنا في الفولو اب هما حاجتين بنحب نعملهم دايما، ايفالويت البرسنت اوف بيسنج. ماشي، قد ايه العيان معتمد على البيسنج، لان هو بيجي لي في البيس ميكر كده ان العيان ده مثلا اكتر من 99% بيزد، يبقى العيان ده شكله ما عندوش انترنسك ريزم. طيب لو هذا العيان اللي هو مركب دي 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 وعنده اكتر من 99% بيسنج وانا بعمل له السنسنج تيست لقيت عنده انترنسك ريزم كويس وزي الفل على هارت ريت 60 او 70، بس بالاي في دي لي عنده فيرست ديجري هارت بلوك مثلا 220 مللي سكند، وانا الجهاز عندي بتبرمج على اي في دي لي 150 مللي سكند، فعشان كده طبعا اول هو ما هيحس الاتريوم هيضرب على بعد 150 مللي سكند هيطلب فنتريكل. بس العيان ده بالذات عنده فيرست ديجري هارت بلوك، طيب انا اعمل ايه؟ اقوم مزود له الاي في ديلي. طب وليه تزود له الاي في ديلي؟ لان انا عايز تو انهانس الانترنسنج كوندكشن، انا عايز دايما ابعد عن البيسنج اذا امكن. ماشي، لسببين، اول حاجه عشان عمر البطاريه، والسبب الاهم الاسينكرونس بيسنج بيعمل بيس ميكر سندروم وبيعمل هارت فيلير. الار في بيسنج او بيرزيستن ار في بيسنج بيعمل في الاخر هارت فيلير. طيب فعشان السببين دول، عشان اطول عمر البطاريه وعشان الدنجرس ار في بيسنج، هو مش دنجرس يعني، هو في الاخر ممكن يعمل كده، فبحاول ان انا اخلي العيان لو في عنده انترنسك ريزم هو اللي يشتغل. ففي حاجه اسمها مانجنج اي في ديلي. الاي في ديلي ده في منه حاجه اسمها سنسد اي في ديلي وبيزد اي في ديلي. السنسنج يعني لو هو حس الاي ويف يضرب بعديها بقد ايه، والبيزد لو هو هيبيس بي ويف هيضرب بعديها بقد ايه. ماشي، عاده بيظبطوه على 120 سنسد وبيزد 150. لو العيان ده عنده انترنسك ريزم كويس طول له الاي في ديلي. ماشي،
فبعض البروجرامر او بعض الـ 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 مع مع التكنولوجي الاعلى في حاجه اسمها اوتو اي في اكستنشن الجوريزم، ماشي، بيسموه حاجه اسمها سيرش اي في بلس. السيرش اي في بلس ده بروجرام عادي خالص، هو بيعمل الكلام ده اوتوماتيك، ان هو اوريها لكم اهو، ان هو بيعمل ان بيعمل سكاننج للاي في انترفال لمده من 8 او يعمل 16 بيت ويشوف لو لقينا ان في ماجوريتي اللي هو من 8 من 16 الاي في ديلي تقريبا استاذ محمود حوالي اكتر من 180 مثلا 180 192 107 يقوم هو ايه اللي عامل، يقوم هو مطول عن التمانية دول. يعني هو ده بروجرامر فكرته بسيطه قوي، ان هو هو يقلل يبعد من نفسه يخلي الاي في ديلي بتاعه 250 ويشوف العيان ده في ال 250 ملي سكند دول هيحصل كوندكشن ولا. افرض لا حصل على سايكل لينس او على ملي سكند 220 ملي سكند، ماشي، وحصل الكلام ده في 8 بيت من 16، يوم هو ظابط نفسه ان هو 240 عشان يخلي العيان يحصل له انترنسنج كوندكشن. فهمت؟ بروجرام سهل قوي ده، بنسميه سيرش اي في بلس. ده احد الالجوريزم الموجوده في ميدترونيك، في شركات تانية ليها الجوريزم تاني غير الدايناميك اي في ديلي اللي هي مع الهارت ريت. ده غير الدايناميك هارت ريت. الدايناميك ده مش 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 ذكي. الدايناميك انت بتثبته تقول له لما الهارت ريت بتاع العيان يزيد خلي الاي في ديلي 100، ولما الهارت ريت يقل خلي الاي في ديلي 150، ماشي. ده مش ده ما بيعملش سيرش، لكن ده بيعمل سيرش علشان يظبط من نفسه. اوكي، اما فرنش معايا ما بقول ان هو مش هو بيعمل بيسنج بعد 250 ملي سكند يعمل بيسنج. لو حصل حاجه في ال 250 ملي سكند دول هيبتدي يعد بقى كام بيت من ال 16 حصل لها. لو لقى مثلا اكتر من 8 بيت بتوصل على 220 ملي سكند هيقوم حاطط نفسه 240 ملي سكند اي في ديلي. لا احنا بنتكلم على الاي في ديلي، احنا بنتكلم على الاي في ديلي، مالناش دعوه بال ايوه هيبقى يبقى انا عامل له مثلا سواء بي بيسد او بي سنسد هتبقى نورمال كوندكتد في معظم الوقت، ماشي، والبيت اللي هي هيحصل لها بلوك ومش هتكوندكت هو هيضرب بعد 250 ملي سكند، ماشي. لما يرجع هيرجع البروجرام بالظبط، ما هو هو بيعمل اوتوماتيك الكلام ده كل ساعه كل ساعتين على حسب احنا بنظبطه، بقول له كل ساعه اعمل الاختبار ده. افرض بعد شويه بقى خلاص كومبليت هارت بلوك، ماشي، هيقوم هو بقلل من نفسه الاي في ديلي بقى 150 ملي سكند، لانه طول ما هو بيعمل اختبار مش لاقي اي حاجه بتعدي فيقوم راجع منها. فاهمني؟ دي بعض الالجوريزم اللطيفه اللي بتحسن الايه البيسنج برسنتج، وبالتالي تطور عمر البطاريه وتمنع الايه الهارت فيلير فيما بعد. بس انا اعتقد ان هجيب لكم يمكن دلوقتي مثلا 10 ل 10، قدامنا 10 دقايق هنعمل حبه كيسز كده نشوف رايكم فيها ايه. خلاص، حد عنده اسئله في اللي فات الاول؟ مفيش. طيب، this patient has a DDDR pacemaker for 6 years functionally normally، هو وهو ما اشتكاش من حاجه، هو جاي يعمل شيك اب هناك بره بيعملوها عن طريق روتين تليفون شيك. The following strip is transmitted. العيان هناك بره بيعملوا بيحطوا بيخلوا عيان يحط المغناطيس ويقول له ابعت لي الداتا او يعني بيحصل ترانسميشن. فهو العيان كان حاطط المغناطيس والدكتور بيستقبل الستريب ده. طيب، نبدا برأيكم أول حاجة يعني أنتوا شايفين إيه؟ اتريال أندر سينسنج. أوكي، حد عنده أفكار أخرى؟ هو يعني هو الفانكشن إند أوف لايف
ليه قلت end of life؟ لا الريزم مش بطيء. will function ليه will function؟ لا طب يا استاذ محمود رايك ايه؟ اول بي دي مظبوطه شكلها على البي ويف. الله يعني هو ايه اللي حصل؟ في مشكله في السنسنج. طب لطيف خالص حلو. يعني انت بتقول اندر سنسنج تقريبا. هو مش حقيقه مش اندر سنسنج ولا حاجه، ده حاطط مغناطيس والمغناطيس بيقلب المود ل دي دي اي ماشي اوكي او دي او او سوري دي او او اوكي. فا اللي احنا شايفينه ده علشان هو دي او او والحاجة. انتوا بص ده بسميكر بيضرب ثابت من غير ما يحس اي حاجة، فهو لاغي السنسنج بتاعه. هنا دي حلو اصبر بقى. هنا هو ثواني بس، هو هنا ثابت على هو هنا ما حسها، هو هنا ما حسهاش، لكن هو بيضرب على فيكس انترفال. فلما ضرب هنا حصل كابشر لان الاتريوم كان فاق شويه فكابشر ووصل فينتركل عادي خالص. بالظبط ما يحسش الفينتركل كمان ماشي. صح صح صح. ما هو غالبا دي ضربت يمكن قلب بايبور، ممكن تبقى بايبور سبايك يعني بيزد. اه لان هي كلها شبه بعض بيزد اه وكلها قبلها سبايك يعني. لا هي كلها بيزد، يمكن بس الخط هنا مش باين او هنا قلب بايبور لكن كلها بيزد يعني. اه لو انا مش عارفه معلومه ان هو خط مجنت. لا ما هو لا ما هو المريض هيقول لك. لا مش قصدي، قصدي لو انا شفت التصريح ده محدش هيقول لك. ما حدش هيقول لا 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 لا. ما هو احنا يعني مش للدرجه دي، احنا قايلين العيان حاطط ماجنت ماشي. اه بالظبط. انت هتقولي هنا loss of sensing loss of atrial sensing ماشي، بس هنا loss of atrial sensing علشان حاطط ماجنت اوكي. ولو انتم ملاحظين ان الاي اي انترفال على فيكسد انترفال زي الفي في انترفال بنسميها حاجه اسمها asynchronous pacing نتيجه الدي او او على الهارت ريت 85 which is normal magnet behavior. فاكرين في اول السيشن قلنا لما احط ماجنت بلاقي الهارت ريت عالي ل 85 ماشي، وده معناها ان البطاريه كويسه. دي اي لايه؟ ما دي اي اي انترفال. هنا الفي غالبا هنا في بس يمكن ما وضحتش، بس هنا في ما هي دي هنا في مفيش سبايك، مفيش سبايك واضح معرفش ليه، بس هو غالبا ممكن يبقى بيقلب باي بورر او يوني بورر في التستنج بتاعه. لكن هو كده كده لو بصيته من هنا لهنا زي من هنا لهنا. طيب this patient was implanted about 6 months ago for S nodal disease. He came to the clinic for wound check 2 weeks post operative. وده this is the first بنسميها pulse generator clinic visit. ايه رايكم في الداتا اللي احنا محطوطة؟ هو العين ده عنده اس انودال او اتشخص اللي هو عنده سيك ساينس مثلا او اس انودال ديزيز بيجيله ساينس بوزز، فركبوا له ديوال تشامبر بسميك، وبعد ما ركبوه جاي بعديها باسبوعين نعمل برمج اوكي. فاحنا بصينا لقينا الداتا اللي احنا واخدينها اوضح لكم اكتر. امبليتيود 3.5 دي الحاجات الستاندر نازله مع الجهاز. العيان دي دي ار هارت ريت 60 ابر تراك ريت 120 ابر سنسور ريت 120 البرسنتج اوف بيسنج اتريال سنسنج فيتريكولار بيسنج 99.4% سليمه
الاس انود سليمه. ده مش بس كده بالظبط. الاي في ديلي مازال هو هواه ماشي متظبط على 120 150. يبقى العيان كان بيشتكي من ساينس بوز اوكي انا حلتها وكانت قليله لان الاتريال بيسنج تقريبا اقل من 0.1%. لكن انا دهورت العيان لان خليته بيرزيستنت فينتريكولار كابشر ماشي. انا لو العيان ده طولت الاي في ديلي شويه خليته 200 ملي سكند او عملت الاي في او سيرش اي في بلس شغال هلاقي ان البيسنج بتاعه بقى اقل من 1% ماشي. ده الستاندر بتاع الجهاز ده الستاندر ده اول زياره. انا شوف انا هنعمل ايه دلوقتي. بص ده الريزلت بتاع البيس ميكر. الفولتج كان 2.78 كويسه. لقينا البي ويف كويسه 2 والار ويف اكتر من 22 كويسه. الاندرلاين وانا بختبر العيان اندرلاينج ريزم ساينس براديكارديا على هارت ريت 50. الثريشولد كان 1 للاتريوم و8 من 10 للفنتركل. انا هظبط العيان ازاي؟ اول حاجه هخلي الاتريا والفنتركل اوتبوت على 2 فولت مش 3.5. يبقى دي اول حاجه هعملها رقم 1 ماشي. رقم 2 consider programming search AV algorithm to reduce unnecessary ventricular basing. يبقى انا يا اما هطول له الاي في ديلي لو مفيش الالجوريزم بتاع الاي في سيرش هخليه 200 ملي سكند او 250 ملي سكند ماشي. او لو في الالجوريزم بتاع السيرش اي في بلس هقوم ايه فتحه. اتفقنا؟ يبقى دي الحاجات المهمه. اخر كيس خلاص ونمشيكوا. This elderly patient had DDR implanted for sinus node dysfunction برضو 8 اسابيع. ده الهيستوري بتاع ان هو كان عنده sinus boozes مع عنده history of hypertension ما عندوش history of palpitation كان ماشي على hydrochlorothiazide. انا زبطت الاتريا والفنتريكرا اوتبوت ل 2.5 في السيفتي مارجن اوكي كل ده كويس. بفتح ال 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 الاريزميا لوج اوت او لوج بوك بتاعتها لقيت ان مسجل لي حاجه زي كده بيقول لي العيان ده في اليوم الفلاني حصل اريزميا واليوم الفلاني حصل اريزميا وبيقول لي كده ان الاريزميا دي قعدت من 4 ل 12 ساعه كانت مره ومن ساعه لاربع ساعات مرتين حصلت ومن 10 منت لساعه مره حصلت واقل من منت 17 مره. الابيزود كلهم في 22 ابيزود اتسجلت ماشي. اذا العيان ده بيجي له اتريال فلاتر او اتريال تاكي اريزميا او اتريال فيبريليشن 22 مره خلال الفتره البسيطه دي من شهر في كام شهر في شهرين ثلاثه يعني خلاص. طيب عملنا ايه؟ هل العيان ما كانش عنده اي كومبلين فتحت حاجه اسمها فنتريكولار ريت ديورينج اتريال اريزميا لقيت ان فعلا الفنتريكولار ريسبونس تو ات اي اف از ويل كنترول. يعني الهارت ريت غالبا 80 ما بيزيدش عن 100 عشان كده العيان مش حاسس باي سيمتوم ماشي. ده حاجه اسمها فنتريكولار ريت ديورينج اتريال اريزميا. طب انا اعمل ايه؟ اي جي ام اتريال اريزم فتحت الاي جي ام بتاعها خلاص. انا الكل بعمله اللي انا بالظبط كده. انا مش هحتاج ابرمج حاجه في الـ في الـ في البيس ميكر بس كدكتور لازم اديله انتي كواجليشن وريزم او ريزم كنترول لا هي ريزم مش ريت عشان التومنتين ساينس. فهو يمكن دي اخر معلومه عايز اقولها لكم ان اسيمتوماتيك باراجوزمال اتريال فيبريليشن اوكير 12 تايم از اوفن اسيمتوماتيك باراجوزمال اتريال فيبريليشن. ودي يمكن الحاجه اللي احنا اكتشفناها من متابعه العيانين في البيسميكر من الهولتر بتاع البيسميكر. والاسيمتوماتيك باراجوزمال اتريال فيبريليشن بتحصل في 22 ل 27% وسكلينيكال امبروفمنت. عشان كده في العيان ده
اديته سوتالول مع كومادين ورجع لي بعد 6 شهور لقيت لما حسبت بقى الاريزميا لقيتها قلت لأربعة فقط، يبقى عملت ريزم كنترول كويس وعلى الاقل حميته من الستروك.